السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي جامد فيديو عودة. تشتركوا في القناة أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر على المدى يقاطع الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين زول السلة في بنك واحد زولات إيدهم بيزاتكم كوباية كل بنزل ازاي كل كوباية بتنزل الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل ازاي. عن وقت بالليل راح كله نازل راح كله نازل مع بعض. دي بيلف الصحون بيعمل عرض بص لف اللي فوق بعد كده هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هي العربية وقفهم ونقفهم جات البلياردو حتى السيارة نخال بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه. هتلاقي دي نوع من اللزق جامد هتلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده هشيلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده هحطها تاني بدل ما نغير البرميل ولا أي حاجة. لأ نجيب لزق وتلزق دي بدون العمارة شوف ازاي. واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش الحبل كده نعمل بيديه كده رايح جاي. لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيبقى طاير بالحبل ومن الدور التاني بيحطه تحت المصنع الشغير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوف هو مبسوط ازاي الآلة ديت. بص هو كانت في أي كسر دي تصحب على الماء يسقى معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حلبة الرفيعة اللي بيفتحها بيفتح حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع بيضهم بس واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيجمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتفقى رسالة كمان وصلها وكده في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي مصورة مكسورة بيجيب اللازم دي بيلف من حواليه. دي بيقطع عامل زي السلايم سلايم بص عامل ازاي. وواحد عايز يمس يلعب فيه دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضه ايه دي بتاعت التفخيم وكده تنزيل العربيات. دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضه ايه شغلانة صعبة برضه عشان ممكن يفتح حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد. لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تبقى كمان دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بتنسفه بتنسفه بتنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكتروني شوف مع رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ورجاله من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعهم وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه نقول لا اصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهما جايين يمسكوا حاجة حادة اللي هما جايين يرسموا عليها يجيبوا تشوف أي حادة موت جاب موسى عشان ينعمها بإيديه عندها بقى إيه بقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم. دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت الجوزخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة هنا كده في أي حاجة. بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. بص دي برضه برضه دي برضه بتكون زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا مش عارف اللون وكده.
دي برضه بيرسم على خشب ديكور، بيرسم ديكور دي بيعملها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي اللون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد الصفحة ولا حاجة؟ وهي دي بقى بيشوفها بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لكمان هيمشي. إيه دي يا ابني؟ دي برضه بتاعهم الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعها. دي برضه النحاس لون الفرق اللون، دي بتاع البنات وكده، بتاع البنات تيجي تشيل حاجة من جواها تلاقي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، تلفت سجاد وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بحط مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في الآخر للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدموه في حاجة الخيزران ده. شوف السكينة حامية ازاي، النحاس بتستخدم في معالجة الكهرباء وكده، بتستخدم في معالجة الكهرباء. دي بيصنع طهي، طهي ده اللي هو بيصنع واقي وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنات لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، تلاقي دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطعها. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري هو حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه أنواع من التمارين، برضه من أنواع من التمارين عشان يقدر نكتلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما واو. دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر، واو. دي نوع برضه من الزيت بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي النوع برضه من الأكل، وعلى عايز واحدة زي